الوطني، خاصة ما يتعلق بالحبس الاحتياطي. نقيب الصحفيين الأستاذ خالد البلشي في هذا الحوار يفض مغاليق كثيرة ويرسم خارطة الطريق للصحافة المصرية عبر مؤتمرها العام المزمع في أكتوبر المقبل. أهلا بكم في هذا الحوار في حب وطن عظيم يستحق كل الحب اسمه مصر. أهلا بكم. أهلا بك وأهلا بكل المتابعين وبالقناة صدر بلد. سيادة النقيب، مؤتمر عام الصحفيين يبدو أن فيه تقدم وفي شغل، في صحيح مش معلن عنه لكن شغل حقيقي زي ما بيقولوا على القضايا الأساسية والمحاور الرئيسية. تفضل. المؤتمر العام، احنا من بدري قررنا نعمل المؤتمر العام. المؤتمر العام لان احنا شايفين ان احنا مهنة بتتعرض لمخاطر ده المؤتمر كبيرة. السادس، المؤتمر العام السادس، مهنة بتتعرض لمخاطر كبيرة، فرأينا ان الحل ان يبقى مطروح لمائدة الحوار ما بين الصحفيين داخلهم في الاول لمناقشة قضاياهم، لمناقشة أزمة الصحافة بشكل عام، لمناقشة أوضاعهم، وان يطلع حلول من داخل الجماعة الصحفية ويطلع توصيات من داخل الجماعة الصحفية تكون يعني تكليف لمجالس النقابة وأيضا معروضة على جميع الأموال القادمة ويبقى جزء من خطة عمل للخروج من مأزق الصحافة المصرية بشكل عام. فعلا بدأنا نتحرك من شهور فاتت ودعينا لبدء الحوار، كنا هنبدأه بدري، جت كثير من الأحداث اللي تتوقف منها طوفان الأقصى ثم العدوان على غزة المستمر لفترة طويلة، ولكن كان لابد من العودة للشأن النقابي. فمنذ بداية العام بدأنا التحرك في موضوع المؤتمر العام من خلال اولا دعوات مفتوحه لكل الزملاء ونقاشات على اكثر من جلسات تحضيريه، دعينا فيها رؤساء تحرير، دعينا فيها نواب، دعينا فيها كبار كتاب لفتره، ثم انتهينا بشكل عام ان احنا نضع محاور عامه للمؤتمر وان احنا نختار لجنه تنسيقيه وعلى ان نبدا في التحرك في المحاور لمن يرغب، ان الزملاء بيسجلوا، ثم المجلس يختار اللجنه التنسيقيه مع اقتراب يعني في الطريق، بس المهم نتحرك. عظيم. اللجنه التنسيقيه تشكيلها اعتقد انت اوكلته للسيد الدكتور وحيد عبد المجيد الامانه العامه. الامانه العامه اختيار طبعا يعني حاز القبول. الامانه العامه احنا درسنا وتم الاستقرار على اسم دكتور وحيد عبد المجيد، اولا باعتباره روح اكتر من بعد، كمان جزء أكاديمي وفي نفس الوقت هو صحفي ومدرك ومن شيوخ المهنة ومدرك أزمات الصحافة، وتعامل في فعشان يبقى في شيء ناظم أو يعني عقل ناظم بالتعاون مع مجلس النقابة. واخترنا ثلاث محاور للمؤتمر. الأول مستقبل الصحافة، إننا سواء صحافة ورقية أو إلكترونية، يعني بنناقشوا هنا الصحافة على شقيها الإلكتروني والورقي والمستقبليات. بالضبط. ومستقبلها. الجزء الثاني الأوضاع الاقتصادية للصحفيين وأزمة الاقتصاديات الصحافة والأوضاع الاقتصادية للصحفيين. بنتكلم فيه عن أزمة الوضع الاقتصادي للصحافة والوضع الاقتصادي للصحفيين نفسه، سواء على مستوى الأجور، على مستوى الحلول لأزمات الاقتصاد واقتصاديات المهنة نفسها اللي هي جزء من أزمة طبعا الوضع الاقتصادي للصحفيين. المحور الثالث هو محور الحريات والتشريعات، اللي هي فكرة الأزمة الخاصة بحرية الصحافة بشكل عام وتشريعات كمان الناظمة للعمل الصحفي، واللي الحقيقة كثير من هذه التشريعات تحتاج لتعديلات كبيرة، تقدمت أيضا وبعضها تقدم وبعضها يحتاج لتعديل، حتى الحديثة منها يحتاج لتعديلات، وبعضها يرجع لأيام الاتحاد الاشتراكي أو صحافة الاتحاد الاشتراكي. ده قانون النقابة. قانون النقابة ده يعني خلقنا لوضع آخر. قانون النقابة ده احنا قلنا أنه هو يعني هننشئ لجنة لتعديل قانون النقابة، وإن هذه اللجنة ستعمل حتى في إطار المؤتمر وخارجه ومستمرة. وقلنا إن ده في مخاوف كبيرة جدا تتعلق ببعض النصوص. ده اللي أنا كنت عايز أناقش معاك. في مخاوف تتعلق ببعض. ده دستور النقابة والبعض يخشى المساس بيه. بالظبط. لمراعاة هذه المخاوف، وإحنا عارفين إنها مخاوف يعني مشروع لها جوهريتها ومشروعها، فإحنا قلنا إن إحنا نتفق من خلال اللجنة دي على تعديل مواد محددة ونصوص محددة ولا يتم إقرارها إلا بالعرض على جمعية عمومية مكتملة، بحيث تبقى محمية بالجمعية العمومية المكتملة. وإحنا قلنا إن في نصوص جيدة جدا داخل هنحافظ عليها، إحنا عندنا نصوص بسيطة فيها عدد من العيوب يحتاج لتطويرها عشان تتطور، اللي هي منها إن إحنا لسه نقابة للصحافة الورقية،
لسه نقابة لا تراعي التطورات اللي حصلت، فده جزء لابد من إعادة النظر في قواعد القيد، قواعد عصرانة الدستور بتاع النقابة ضرورة، قواعد الانتخاب. أما مثلا وانعقاد الجمعية العمومية منها أيضا تتعلق بحقوق أصحاب المعاشات اللي هو ممنوعين من التصويت أيوه. داخل النقابة. فالحقيقة العيوب يعني في طبعا في كلام بقى أنا تقديري أنه هو نسخ، يعني اللي هو كلام عن الاتحاد الاشتراكي أو غيره، ده كلام كله نسخ ولم يعد وتغييره سهل وميسور ومفيش مشكلة فيه خالص، مفيش مشكلة خالص. باقي هذه النصوص أن احنا نتفق على عدد من النصوص، وده يتم رفعه الجمعية العمومية. الجمعية العمومية مكتمل. مكتملة. الشرط الاكتمال هنا هو شرط ضروري يعني لمراعاة المخاوف وللحماية. ما هو انت ما انتش خايف؟ قلقان طبعا، ما انا قلقان ان انا اقدم نص فيطلع لي نص تاني، وقلقان ان انا اقدم مجموعه محدده من النصوص فتمتد اليد لنصوص اخرى، وده حصل، وده اللي كان بيخشى منه كل النقباء السابقين. والازمه انه ده حصل قريبا في قانون تنظيم الصحافه والاعلام اللي هو كان مقدم بتوافق من الجماعه الصحفيه والاعلاميه من خلال لجنه 50، بس خرج قانون تاني وتم تعديله. ثم ايضا اكتشفنا ان القانون الجديد او طبعا في تحذيرات خرجت وقتها يحتاج لتعديلات كثيرة الآن، فالوضع محتاج. فعشان كده لابد من حماية الجمعية العمومية للنصوص الجديدة دي، ولابد من ان احنا نقصر، يبقى مش تغيير قانون النقابة، اجراء تعديلات محددة على نصوص محددة. انفتاحك بهذا الشكل على فكرة التغيير او انفتاح شهية النقابة على التغيير واضح كمان ان في طمأنة او في حالة طمأنة او في مناخ مواكب وايجابي يسمح بالتغيير. هو الفكرة ان احنا في مناخ، في كلام عن الحوار الوطني وعن محاولة تعديل تشريعات كثيرة، فاحنا لابد ان نكون جزء منه، وده تكليف من الجمعية العمومية ونستغله. ده تكليف من الجمعية العمومية، بس كمان في ضرورات اصبحت يعني حاله. في حتميات. حتميات. يعني احنا عندنا الاغلبيه من الجمعيه العموميه بتعمل الان في مساحات غير الصحافه الورقيه، وعندنا عدد كبير جدا من الصحفيين الحقيقيين اللي بيمارسون مهنه الصحافه مش موجودين في النقابه، مش محميين نقابيا. أيوه. وعندنا حقوق لاساتذتنا وروادنا المشايخ ومشايخنا مهدره من خلال القانون، كان ليه وجهه نظر زمان بالمناسبه، كان له هذه وجهة النظر مع الزمن ومع تغيرات الزمن والأوضاع الاقتصادية اتنسخت لا وبقت أهدرت جزء من حقوقهم، فلا بد من إعادة النظر فيه. بقى فيه دي جمعية عمومية مبنية، ده قانون مبني على جمعية عمومية عددها محدود جدا، فامتدت الجمعية العمومية، فتشكيل مجلس النقابة نفسه لابد أن يراعي هذا الامتداد. العمل النقابي عندنا لسه مقصور مركزي جدا، القانون فيه ما يخرج عن إطار المركزية، بس لابد من يعني نظر كمان حرب الكيانات الوهمية. إذا أردنا الحرب على الكيانات الوهمية فلا بد أن الكيانات الوهمية يعني هذا الوقت نتيجة انغلاق قانون النقابة أو نتيجة كثير من الأشياء أو نتيجة التطور في المهنة، بقى عندنا ناس تانية بتستغل هذا الوضع وتعد الناس بعضويات وهمية، وتعد الناس أنها تحميها نقابيا لأن ما بيتحموش داخل مؤسستهم، وتنصب عليهم وتبيع لهم الوهم. فجزء منه أنك تجفف المنابع بتاع اللي هم بيستغلوها بفتح المساحات، بفتح المساحات بالظبط. وفي نفس الوقت ده لا يمنع الحرب عليهم، ولا يمنع ان يبقى عندك قانون حامي ونص على ان احنا نوقف هذه الكيانات. كل ده بقى ضروره حاله فيما يتعلق بقانون النقابه. بس قانون النقابه انا يعني القرار ان هو ما يبقاش هو على موجود في مناقشات المؤتمر، بس هو ممتد خارج المؤتمر. طيب. ولا بد ان ينتهي الى الجمعيه العموميه لإقرار ما نتوافق عليه، هي صاحبة السلطة العليا. والقوانين وقوانين النقابات بتصنعها الجمعيات العمومية.